أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة كان في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة القومية للتأمينات اللواء جمال عوض، وعرض خلاله آخر مستجدات صرف المعاشات للمستحقين خلال الفترة اللي جاية. قال فيها انه هيتم وقف صرف المعاشات بالبطاقة الزرقاء القديمة، وكمان هيتم تفعيل كارت ميزة مجانا بدون اي رسوم على المواطنين. مش بس كده، اكد كمان رئيس هيئة التأمينات ان شهر اغسطس اخر معاد للتعامل بالكروت الزرقاء، وانه هيتم عمل بطاقة ميزة لاكتر من 5.5 مليون مواطن، ووجه اللواء جمال عوض تحذير لمليون مواطن بيحملوا بطاقات المعاشات القديمة واللي هينتهي العمل بيها خلال شهر 6 و7 و8 بسرعة التوجه لمكاتب التأمينات واستبدالها بكارت ميزة. مش بس كده، قال كمان ان المواطن اللي معاه بطاقة صرف المعاشات القديمة مطلوب منه تصوير البطاقة الشخصية وكتابة رقم تليفونه الشخصي على البطاقة، وبعد كده هيتوجه بيها لأقرب مكتب تأمينات او لأي فرع من 1100 فروع للبنك الزراعي المنتشرين على محافظات الجمهورية. أكد كمان ان الموظف اللي هيستلم صورة البطاقة وتفعيل الكارت اللي توقف او انتهى صلاحيته، لو راح اي مواطن للبنك الزراعي هيتم صرف معاه شهر 6، وكمان هيستلم بطاقة ميزة مجانا علشان يقدروا يصرفوا بشكل طبيعي الشهور اللي جاية. حذر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات ان المواطن اللي هيتأخر في تغيير البطاقة الزرقاء مش هيعرف يصرف المعاش، وان عدد البطاقات المنتهية صلاحيتها مع بداية شهر يونيو حوالي 260 ألف بطاقة. كمان على أصحابها التوجه لأقرب مكتب تأمينات من المكاتب الموجودة في المكان التابع ليه وتفعيل الكارت لصرف معاش شهر يونيو. بالنسبة بقى لكبار السن، كشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات عن إجراءات توصيل المعاش ليهم، وقال إن شركة إي فاينانس هتقوم بتوصيل الكارت مجانا للمواطنين خاصة كبار السن. وقال كمان إن أي مريض أو مسن مش هيعرف يصرف المعاش المطلوب منه، مطلوب من ابنه إنه يروح للتأمينات أو أي فرع من فروع البنك بصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المعاش، أو صورة من بطاقة القائم بالصرف مكتوب عليها رقم الموبايل وتسليمها، وبعد كده هيستلم كارت ميزة ويفعله لاستلام المعاش. أما بقى بالنسبة لأصحاب المعاشات في الريف، قال عاطف صابر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي إن في 1100 فرع للبنك منتشرين على مستوى الريف المصري، كمان في تسخير لكل الإمكانيات المتاحة لتذييل العقبات أمام المليون بطاقة المتبقية الكارت الأزرق من بطاقات صرف المعاش. أكد كمان إن فروع البنك هتشتغل بكامل طاقتها لخدمة أصحاب المعاشات، كل اللي عليهم بس التوجه لأي فرع لتسهيل عملية تغيير البطاقة القديمة واستلام الجديدة وصرف المعاش بداية من شهر يونيو. متابعينا بكده تكون خلصت تغطية من تغطياتنا، ولكن تغطياتنا مع حضراتكم مستمرة على مدار اليوم عشان نقول لكم كل الجديد والتطورات في كل المجالات. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، كنت معاكم هدير رمضان.